السلام عليكم. هنا مساكن شركة جلولو للخرسانة المصنعة، عالم من أعلام البناء والإعمار في تونس منذ 1964. سوبيك، هذا الاسم المختصر رفع شعار التحدي وبعد عن الطرق الكلاسيكية المعهودة في البناء، وكان من الأوائل في تونس في الخرسانة الجاهزة للاستعمال بيتون بري لومبلوا. سوبيك اسم متميز وصدى كبير في كامل ربوع البلاد. النجم نقول اليوم وبدون مبالغة أن سوبيك ساهمت في جودة قطاع البناء في البلاد، بل أكثر من ذلك، سوبيك سهلت وسرعت من نسق وتيرة المعمار في تونس. الخرسانة الجاهزة للاستعمال موضوع حصتنا اليوم، نشوفوا مع بعضنا جميع مراحل التصنيع وطريقة الميزون بلاس. احنا توا قدام المركزيه للخرسانه المصنعه سنترال ابيتون. سنترال هذه جديده، كاباسيتي نتاعها 120 متر كوب في الساعه، من احدث ما فما من المركزيات الموجودين الان في السوق العالميه. كما تشوفوا الكاميون توا قاعد يعبي في السلعه نتاعو. هنا تصير عمليه الخلط، تصير عندنا هناك ستوك نتاع الماتير بريمير، كما تشوفوا فما الرمل، فما الجرافيه، فما كل شيء. هنا سنترال هي تعمل عملية كما نقولوا تكيل المقادير اللازمة في الخرسانة، ويصير تعديتها للملاكسور. غاديك تتخلط، فما معناها وقت معين تاخذه في الملاكساج نتاعها، وبعد تهبط في الكاميون. كما تشوفوا هكا الكاميون هذا يتسمى كاميون توبي، اللي هو تم بواسطته نقل الخرسانة للحريف، من هنا يمشي للحريف ديريكت. هنا كما نشوفوا عينة من المنتوجات نتاع الخرسانة، من الخرسانة المصنعة. هذه مواد الأرصفة من بورديور دو تورتوار، بافي و توبلوكون، اي فما حتى ارتيكلات اخرين متنوعين احنا والطلبية نتاع الكليون. كما تشوف لي بورديور، لي كانيفو، لي كانيفو سنترال، البافي بمختلف انواع، وتقريبا فما 8 انواع من البافي. هذا مخبر شركة جلولو الخرسانة المصنعة. هنا يتم مراقبة المواد الأولية اللي تجي والمواد المصنعة الجاهزة اللي تمشي للكليون. فيما يخص المواد الأولية، دوما تجي للسنترال هنا تخضع لعملية مراقبة كما نقولوا كونتيتاتيف اي كاليتاتيف. هنا تصير الكونتيتاتيف، تصير لبرا معناها على البسكولة، توزن الكاميون وتوزن الكمية اللي جات. هنا تصير العملية الكاليتاتيف اللي هي النوعية، نثبتوا من الحجره نتاع كيما نقولوا في الجريفي، مثلا حجره الجريفي كيفني اسكلي كونفورم للنورم ولا عندنا معناها فما ديزيسي يتعاملوا على الحجره، كيما فما ديزيسي اخرين يتعاملوا على الرمل. زاد كيف كيف نثبتوا الرمل، نثبتوا الموديول فيناس، ونثبتوا لابسوربسيون دو، نفرزوا برشا، فما برشا ديزاناليز يتعاملوا على الرمل. كيف كيف عندنا لي زادجيفون، كيف كيف زاد نثبتوهم لي زادجيفون، اسكو سون معناها سولون لي نورم. فما ناس يلزمها تكون ساهره على العمليه هذه وتسهر باش تزيد حتى تعمل دي ريشيرش اخرين باش نزيدوا نفيدوا القطاع ونزيدوا عليه اضافات اخرى. فيما يخص لكو سوسوا الكليون ولا الشركه ولا حتى البلاد بصفه عامه، معناها حتى الكليون باش يكونوا ارخص، يكونوا اقل سعر، اقل تكلفه. للشركه كيف كيف باش تحسن المنتوج نتاعها وديما تقعد معناتها عندها ايماج دو مارك عاليه، وكيف كيف حتى للبلاد قدام الدول الاخرى، قدام كل شيء. انا ديما نواكبوا التطور ونواكبوا العالم ونواكبوا القفزه هذه اللي قاعده تصير في عالم البناء والتشييد والاعمار. شركة جلولو للخرسانة المصنعة، عالم متميز وحرفية كبيرة. سي الحبيب جلولو يقدم لنا الشركة. مرحبا بكم، نشكركم على الاستضافة. شركة جلولو للخرسانة المصنعة هي ما تعرف بشركة سوبيك.
شركة ذات مسؤولية محدودة، تكونت سنة 1995 على يد السيدين محمد قلولو وسالم قلولو. شركة سوبيك كانت متميزة في الناحية هذه، اللي هي عندها المعدات اللازمة باش تصنع جميع أنواع الخرسانة، وعندها الكاباسيتي يومان، عندها معناها من الشركات الأوائل اللي عندها الانجينيور والتكنيسيان اللازمين باش يوفروا للكاليتي اللازمة للحرفاء. وإحنا الحقيقة في شركة سوبيك احنا ديما ساهرين على جودة المنتوج وساهرين على إرضاء الحريف. شركة سوبيك كانت من الأوائل الشركات اللي تحصلت على السيرتيفيكا إيزو، تحصلنا عليها سنة 2007، والمواصفات التونسية تحصلنا عليها سنة 2010، وهذا يثبت أن الشركة قاعدة ساهرة باش تكون تعطي للحريف جودة عالية في المنتوج، وتكون ديما ساهرة على تطور القطاع البناء في تونس. شركة قلولو للخرسانة المصنعة. فجأنا اليوم وكنا نتصوروا أن طريقة التصنيع هي الطريقة المعهودة. اكتشفنا اليوم من خلال هالحصة أنه شاكان سامبولو هذا اختصاصها، وأنه وراء نجاح المؤسسة مهندسين من أعلى مستوى، دي بيرسونيل كاليفي ومعدات ضخمة، لابوراتوار يسهر على جودة المنتوج ومراقبة دائمة ومستمرة. كلمة أخيرة نقولوها في حق الشركة، وأنه الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي. تحية كبيرة للسيدين محمد وسالم قلولو. في ختام حصتنا اليوم ما بقالنا كان باش نحيوكم، ونتمنوا أنكم تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا وعناويننا على الشاشة. إلى اللقاء.